السلام عليكم. السلام عليكم. باشمهندس محمود، تمام، معاك يا باشا. أبدأ. تمام، اتفضل اتفضل. تمام، كنا بنتكلم دلوقتي على يعني تالت بروسيس بتبقى في عمر اي مشروع او في اللايف سايكل بتاعت اي مشروع، ان احنا زي ما قلنا في الاول عملنا دراسه جدوى وطلع مشروع مجدي مثلا، وتاني حاجه قررنا ان احنا نبروسيد في المشروع، فعملنا فرحنا لمكتب تصميمات بدأ يعمل لنا التصميمات المختلفه للمشروع ده within المحددات اللي احنا هنبقى فاهمينها، وزي ما قلنا في فيديوهين هيبقى في الكومنتات للاول جزئيتين. ثالث خطوه ان انا هبدا بقى ك يعني برضه ستيل انا كممثل مالك، هستعين مثلا بالكونسلتنت بقى بتاعي. انا دلوقتي كمالك الطبيعي ان انا لو انا مش اهل خبره ويعني في النوع ده من المشروعات، يعني لو ما عنديش مثلا اداره هندسيه فيها ناس عندها من الخبرات الكافيه، يبقى انا هضطر اتعاقد مع استشاري خارجي عشان احضر الدوكيمنتس بتاعه المشروع للطرح. ايه هي الدوكيمنتس بتاعه اي مشروع عشان اللي بتتجهز عشان تطرح يعني عشان نطرح بيها المشروع ده امام شركات المقاولات؟ الدوكيمنتس دي زي ما احنا شايفين كده هي بتبقى الكونتراكت او عقد المقاوله، الجنرال والسبيشال كونديشنز او الاشتراطات العامه والخاصه، البيو كيو اللي هي بيل اوف كوانتيتي او المقايسه بتاعه المشروع، والاي اف سي دروينجز اللي هي الرسومات الايشود فور كونستراكشن، يعني اللي هي اللي معموله للتنفيذ. طيب خلينا يعني نتكلم بالتفصيل كده عن كل بند من دول. ايه هو يعني الكونتراكت او عقد المقاوله ده؟ ده بيبقى العقد اللي فيه البنود اللي هتبقى ما بين المالك وما بين المقاول العام، بيبقى محدد فيها حقوق وواجبات كل طرف من الاطراف. العقود لها انواع، طبعا يعني اشهرها في مصر هو يعني عقود المقاوله التقليديه اللي معروفه في مصر، هو ان احنا بيبقى عندنا مقايسه اعمال بكميات وبيبقى قياس هندسي للبنود دي، بحيث ان احنا في الاخر بندفع للمقاول كمالك بندفع له ثمن الكميات، يعني طبعا طبقا لوحده القياس. يعني مثلا لو بنتكلم على بند الخرسانه المسلحه مثلا وليكن، فاحنا بنقيسه بالمتر المكعب، فبيتم عمل حصر لما تم تنفيذه على الطبيعه، بس القياس بيبقى هندسي. والنقطه دي تريكي جدا يعني هنبقى نرجع لها. وبالتالي انا بحاسبه على الكميات المنفذه بضربها في الفئه دي اللي هي السعر اللي حطه المقاول واللي هو رسي بيه عليه المشروع. وفي الاخر حصل ضرب الكميه في السعر بيطلع لي رقم بالفلوس، الرقم ده هو اللي يعني في الاخر مجموع بقى الارقام دي او مجموع الاسعار بتاعه البنود المنفذه كلها مجموعها بيساوي قيمة المشروع أو قيمة العملية زي ما احنا بنقول. فهو ده بإجمالي قيمة العقد. والعقود دي زي ما احنا قلنا ده أشهر عقد كده مستخدم. دي حاجة اسمها نون ستاندرد فورمز، يعني دي عقود طبعا هي في الآخر معظم بنودها بتبقى متكررة من مشروعات المقاولات المختلفة، بس هي في النهاية مش ستاندرد فورم. يعني إيه ستاندرد فورم؟ يعني في عقود بتبقى مكتوبة بالفعل وهي يعني عقود ممحصه قوي ومتراجعه كتير جدا واستخدمت كتير قوي، وزي ما نقول حسننا فيها كتير قوي لحد ما وصلنا انها بقت ستاندرد فورم وتستخدم على طول. ممكن بس انت يعني تلغي بند من بنودها لو هو مش متناسب مع مشروعك او تضيف بند مستجد كده على بنودها، انما العادي ان انت بتستخدمها. ده بقى زي الستاندرد فورم دي امثله عليها، زي اشهر مثال طبعا زي الفيدك مثلا. فده عقد الفيدك ده عقد ستاندرد فورم بيبقى فيه البنود دي خلاص محدده، ويعني مثلا المده الزمنيه اللي المقاول المفروض يبعت فيها مثلا يعني طلب مثلا كليم او طلب ان هو عايز تعويض عن بند معين هو حصل ضرر فيه خارج عن ارادته مثلا نتيجه لتاخر المالك مثلا في اعتماد العينه المستخدمه. يعني بيبقى فيه شروط معينه خلاص بقت جايد لاينز ثابته كده يعني للستاندرد فورمز دي.
او في عقود تانية نان ستاندر فورم بقى، زي ما احنا قلنا كده العقود المقاوله التقليديه اللي احنا بنشوفها في مصر في مشاريع المقاولات، خصوصا لو الطرفين يعني مصريين، يعني ما فيش شركه مثلا الشركه مش انترناشونال ولا حاجه، فهتلاقيهم دايما بيلجأوا للعقود المقاولات اللي هي النان ستاندر فورم دي، المعمول بيها اكتر في مصر. يعني شويه الفيدك بيبقى ايه في المشروعات الضخمه قوي، وخصوصا لو مثلا الشركه ميزه ممكن تبقى مالتي ناشونال، او لو المالك ممكن يبقى جهه اجنبيه ولا حاجه، فطبيعي بيلجأوا لعقود ستاندرد زي الفيدك وزي الان اي سي اللي هو العقد البريطاني مثلا، اللي هو يعتبر موازي او مكافئ للفيدك. يعني الجنرال والسبيشال كونديشنز دي عشان نبقى برضو فاهمينها هي عباره عن ايه. الجنرال كونديشن دي حاجه بتوضح لك كده الاشتراطات العامه لبنود الاعمال المختلفه في المشروع. يعني انت هتلاقي دوكيمنت ثابت بينزل في اي مشروع مقاولات بيقول لك ان مثلا المباني مثلا مواصفاتها العامه ان هي ابعاد الطوب كذا، وطريقه مثلا التثبيت كذا، ونسب خلط المونه في او الاسمنت في المتر المكعب من المونه المستخدمه يبقى مثلا قد كده، في مواصفات ثابته. وفي الاخر طبعا في بند مهم جدا بيبقى طريقه القياس. يعني مثلا في اشهر اكزامبل على يعني كمثال على كده على الجنرال كونديشنز، ان في طريقه قياس مثلا بند المحاره هتلاقي في طريقه قياس متعارف عليها هي جايه من الجنرال كونديشنز، ان طريقه القياس الهندسيه للمحاره الخارجيه في الواجهات مثلا، وليكن ان احنا مش المسطح اللي اتبيض محاره، لا انا بقيس المسطحات كل ما هو تم عمله ببياض المحاره بقيسه، زائد لو انا عندي فتحات مثلا كبيره، فتحات شبابيك المفروض الهواء ما اتمحرتش ما حصلهاش حاجه، انا بقيسها معايا لو هي اصغر من 4 متر بقيسها معايا وكانها مسدوده وانا باخدها معايا في قياس المحاره لو هي اصغر من 4، ولو هي اكبر من 4 بقيس نصها. فده شيء متعارف عليه من الجنرال كونديشنز، الناس كلها بتستخدمه في حالة قياس اعمال المحارة في الواجهات والكلام ده، بتلجأ يعني للطريقة دي في الحساب، وبيعتمد ان هي دي طريقة القياس الهندسي اللي بيتم محاسبة المقاولين عليها. انا بس بفسر لك ايه هو الجنرال كونديشنز بيبقى فيها ايه، بيبقى فيها يعني اشتراطات عامة كده لتنفيذ البنود وطريقة قياس كل بند. طيب ايه بقى السبيشال كونديشنز؟ سبيشال كونديشنز دي اللي لو انت عندك طلبات خاصه كمالك في المشروع عايز المقاول يوفرها، وبالتالي انت بتطرحها من ضمن مستندات الطرح عشان هو يعني ياخدها في اعتباره مثلا من ضمن تكلفته. بمعنى ايه؟ ممكن تقول ان انا عندي جهاز اشراف مكون مثلا من 3 مهندسين مثلا من ناحيه الاستشاري، وممثل مالك مثلا من ناحيتي، ففي الاخر في 4 مهندسين، ال4 مهندسين دول انا عايز لهم مثلا عربيتين موديل 2019 1600 سي سي. فخلاص انت بتكتب الكلام ده في السبيشال كونديشنز بتاعتك عشان المقاول يوفر الكلام ده على حسابه طول مده المشروع، تمام، بالمواصفات اللي انت كاتبها، وياخدها في اعتباره هو ضمنيا وهو بيسعر بقى. يعني هو عنده كده دايركت وان دايركت كوست، يعني غير تكلفه البند كبند، غير تكلفه الخرسانه المسلحه اللي هي يعني خرسانه جاهزه او اسمنت ورمل وسن مثلا وحديد تسليح ومصنعيات ومش عارف ايه، لا ده انا كمان هدخل معايا السبيشال كونديشنز اللي مطلوبه مني دي. انا مطلوب مني ان انا اجهز كرفانات لطقم الاشراف، وده غير كرفاناتي انا الخاصه بالناس بتاعتي، وافرشها لهم واجيب لهم كمبيوترات ومش عارف اعمل كذا، واجيب لهم اوفيس بوي بمرتب ثابت. كل بعرف بس ايه كل يعني كل ده من الدوكيمنتس اللي موجوده في اي بروجكت. طيب بعد كده البيل اوف كوانتيتي، البيل اوف كوانتيتي دي طبعا اللي بتبقى الـ يعني مقايسه الاعمال، ومقايسه الاعمال دي بتبقى عباره عن مسلسل البند. يعني انا يعني ايه مسلسل؟ السيريال نمبر بتاع كل بند، يعني مثلا بند رقم 3-1 ممكن يبقى 3 ده اللي هو اعمال العزل، و1 ده مثلا الدهان بارد مثلا، يعني هو زي ما تقول رقم لل دبليو بي اس الكبير، او يعني للهيدنج الكبير كده، وتحت منه بقى البنود اللي تحت الامبريلا بتاعته. فبالتالي ما انا قلت بند كبير اسمه اعمال العزل ده رقم 3 مثلا في المقايسه، فيبدا بقى يبقى 3-1 3-2 3، ده المسلسل اللي هو الارقام بتاعت البنود دي، عشان طبعا احنا بنريفير للارقام دي في اي مخاط. يعني انا اقول مثلا ممكن ابعت جواب للمالك انا كمقاول مثلا، اقول مثلا بخصوص البند 3-1 المذكور في المقايسه مثلا، انا عايز استوضح حاجه معينه في التوصيف مش فاهمها مثلا،
فده اهميه السيريال، ان انا اعرف اشير للبند ده برقم. تاني حاجه في المقايسه بتبقى السبيكس اللي هي سبيسيفيكيشنز، اللي هي توصيف البند، منطوق البند. ده حاجه مهمه جدا، تريكي جدا، فيها كم خبرات لازم تبقى عارفها كمهندس، لان هي يعني ما بين يعني توديك الجنه والنار، يعني فرق رهيب ما بين ان انت تفهم المنطوق ده غلط فما تاخدش حاجات معينه في اعتبارك، فتلاقي ان البند ده كلف 5 6 اضعاف، او ان انت يعني تبقى حاط ومفهم برضو ان الحاجات دي محمله عليك وهي مش محمله عليك، فانت هتسعره بسعر غالي جدا، يتضرب في كميه كبيره، تلاقي ان انت اصلا طلعت سعرك اغلى من التانيين والمشروع ما يرساش عليك في الاساس بسبب عدم فهم الـ يعني منطوق البند ده. وهنبقى نرجع كده حالا يعني، بس لما نخلص التعريفات هندي يعني اكزامبل كده عشان اوصل لكم الصوره، يعني ايه ازاي السبيسيفيكيشن ممكن تفرق، يعني الفرق الرهيب ده. طيب بعد توصيف البند بيبقى في يعني وحده قياس البند بقى. هي طبعا دي احنا زي ما كلنا عارفين، مثلا لو خرسانه مسلحه هتقاس بالمتر المكعب، دي بتبقى جايه لطبيعه الايتم نفسه او طبيعه البند نفسه. يعني مثلا لو بتكلم على بلدوره رصيف مثلا، بلدوره رصيف دي حاجه عرضها ثابت ستاندرد، بس هي حاجه بتفضل ماشيه بالطول كده، مش طويله، ممكن تبقى طول المشروع كله. وحده القياس لبند زي كده معمول بالمتر الطولي، لحظه زي ما قلنا ممكن تبقى متر مكعب. طب امتى تبقى خرسانه مسلحه مثلا ونستخدم لها متر مسطح او متر مربع؟ ممكن تبقى مثلا في حاله ان احنا بنعمل سلاب جريد مثلا لارضيه البدرومات، عندنا بلاطه خرسانه مسلحه تسليح خفيف كده 5 باي 8 ولا حاجه، صبينها في ارضيه البدروم وجالها تبقى ارضيه للجراج مثلا، وعاملين لها فينش مثلا معين كده اسمه هليكوبتر، بنجيب يعني ليه جهاز معين كده بيعمله بيخلي السطح شكله املس كده زي ما بنشوفها في ارضيات محطات في البنزين كده. في الحاله دي لو هي مثلا حاجه الثيكنس بتاعها 10 سم وانا موصف ان هي 10 سم في البند، ممكن اطرح يعني بالمتر المسطح ده المعتاد، انما في الاخر وانا بدرسها هترجمها ان هي كام متر مكعب خرسانه، فانا بحلل سعري هاخد في اعتباري انها بالمتر، بعد كده اترجم انها بالمتر المسطح لما اجي احط السعر. طيب ده البند يعني او الايتم اللي بعد كده اللي موجود في البيو كيو. بعد كده هيبقى معانا الكميه بقى بتاعت البند نفسه، وده دور يعني ممثل زي ما قلنا ممثل الملك او ممثل الاستشاري، اللي هي الخطوه اللي احنا فيها حالا اللي هو preparing the project document for tender. دوره في ايه؟ دوره ان هو بيبقى عامل حصر للكميات بتاعه المشروع، بس الحصر ده يعني الاكيورسي بتاعته ممكن تبقى 90% مثلا، فهي بتبقى كميات استرشاديه. استرشاديه الغرض منها ايه؟ الغرض منها انك تعرف المقاول اللي داخل ده ان انا عندي من البند ده كتير، او عندي من البند ده قليل، انا عندي منه 100 متر، عندي منه 10,000 متر. فيبدا هو يشغل دماغه كمقاول وهو بيحط الاسعار، انا الايتم ده كميته كبيره قوي، فلو انا قللت سعره نسبيا وضغطت نفسي فيه انا بعلي احتماليه ان المشروع ده يرسى عليا. حاجه من الحاجات اللي المقاول بيفكر فيها، لا ده بند كميته صغيره جدا، فانا ممكن احط سعره غالي، لان هو مهما يعني كان سعره غالي لما يتضرب في الكميه الصغيره قوي دي مش هيأثر في اجمالي حجم المشروع، فانا ممكن احطه غالي. او انا ممكن كمقاول بقى ابقى مركز قوي على الغلطات اللي وقع فيها الناس اللي بتبريبير الدوكيومنتس دي، فلاقي ان انا من اللوحات يبقى في كميه كبيره جدا لمثلا بند زي الخرسانه اللي قلنا في ارضيه الجراشات، ان انا مسطح الجراش عندي كبير جدا، وهم غلطوا مثلا بدل ما يتحط مثلا 1000 متر نسيوا صفر في الترايس. فانا في الحاله دي كمقاول عايز يرسى عليا المشروع ده، ممكن جدا يلفت نظري ان ال 100 متر دي غلط وانها هتبقى 1000 على الطبيعه، وبالتالي هيحاسبوني على ان هي 1000، ففي الاخر سيبني على الكميات المنفذه على الطبيعه طبقا للحصر الهندسي، ما بيبقالوش دعوه الكميه اللي كانت في المقايسه كانت، وبناء عليه انا اقدر اغلي في سعرها مثلا كبرسبكتيف المقاول او منظور المقاول. لو انا حطيت سعرها غالي لما تضرب في المية اللي هو رقم قليل مش هتاثر على اجمالي المشروع برقم كبير، ولكن لما يجي يسهل لي بقى بجد في التنفيذ المية دي بقت 1000، هكسب انا كتير قوي مثلا في البند ده بس، وانا كسبت كتير، وفي نفس الوقت وانا بسعر الرقم الاجمالي بتاع المشروع
ما اثرش عليا، مش على ان انا العطا بتاعي او الباد بتاعي ما بقاش غالي مقارنه بالناس التانيه، لان انا في الاخر مضروب في كميه صغيره. فدي القرايات اللي المقاول اللي عنده خبره بقى بيبدا يلقطها من السطور كده في البي كيو، ويبدا يقول اه لا انا السعر ده بغض النظر عن الدراسه والتحليل بتاعه، لا ده انا هرفعه او انا هقلله. طيب بعد كده بيبقى عندنا الخانه بقى بتاعت الاجمالي، ودي بتبقى خانه فاضيه في الطرح، لان انا اللي بحط السعر، طبعا السعر بيبقى فاضي. يبقى انا عندي في خانه طبعا احنا ما قلناش اللي هي بتاعت السعر نفسه، ببقى سيبها له فاضيه قبل الكميه. فانا ببقى طارح الموضوع زي ما قلنا كده مسلسل، وبعد كده البند نفسه كبند، وبعد كده ممكن وحده القياس او مكان السعر مش فرق، وبعد كده الكميه اللي هي الاسترشاديه والتقديريه اللي معده من قبل المهندس المالك او مهندس الاستشاري بتاع المشروع المعين من قبل المالك، بحيث ان المقاول بتاعه بتاع البند ويتضرب بعد كده في الكميه فيطلع الاجمالي كسعر كفلوس، ويحصل بعد كده عمليه جمع لكل الاجماليات بتاعه البنود فقيمه العطاء اللي متقدم بيه المقاول ده. طيب واخر حاجه هي اللايف سي دروينجز اللي هي الرسومات. طبعا احنا الرسومات دي بتبقى رسومات للطرح فيها كل الديتيلز المطلوبه، يعني احنا في فرق ما بين الاي سي دروينجز ومن الشوب دروينجز. بعد كده انا كراجل بطرح مشروع، انا بطرح لك الديزاين، بقول لك ان البلاطه دي مثلا سوليد سلاب تخانتها 12 سم وحواليها كمرات مثلا عرضها 12 ودبتها 60 مثلا وليكن، سقوط الكمرات 60 وعرض وتسليح البلاطه دي مثلا 5 في 10 مثلا فرش وغطا، بس مش مطالب بقى ان انا اقول لك ان البلاطه دي مثلا طويله قوي فانت هتضطر تاخد وصله فيها فمكان الوصله هيبقى هنا، لا ده بيطلع الكلام ده بيتعمل بقى عن طريق المقاول في لوحات الشوب دروند وبيعتمد من قبل الاستشاري اللي مشرف على المشروع. انما في حاله الطرح بس التصميم بيقول ايه؟ بيقول ان هنا في 5 في 10 عشان انت تاخد في اعتبارك. انما بقى الحاجات اللي بتنتج زي اصول الصناعه، ان انت مثلا فلات سلاب فهتعمل كراسي فده هيخش معاك في نسبه حاجه جوه المتر المكعب فبالتالي تخش معاك في تسعيرك وفي تكلفتك، ده كله المقاول هو اللي بيقوم بيه. انما احنا حالا بنتكلم من برسبكتيف لسه المالك او الكونسلتنت، فاحنا بنجهز للطرح بس. طيب كنت انا قلت لكم ان احنا في البيو كيو وتحديدا في السبيسيفيكيشنز، هديكم كده اكزامبل عشان تبقوا فاهمين قصدي في حته التريكس اللي ممكن يعني ايه يعني تفرق في البند ما بين السماء والارض، ما بين البند ده يبقى كسبان او خسران. انا هديكوا تو اكزامبلز والاثنين في الحفر، وان كان يعني في كل بند في تريكس هقول لكم حاجتين سرعه كده. الحاجه الاولانيه مثلا او التريك الاولانيه ممكن تبقى ان احنا عندنا منطوق البند مثلا بالمتر المكعب حفر نوع من انواع التربه عدا التربه الصخريه وليكن، تمام؟ فبالتالي وعندي بند تاني بيقول لي ان بالمتر المكعب حفر هي ان وجدت، فانا وانا بسعر قلت كويس قوي الناس دي ريحتني، انا كنت قلقان لا يطلع الموقع صخر فبالتالي انا مضطر اعلي سعري، فلا انا حاجتين مفصولين، فانا هحط سعر منخفض لو هو حفر في اي تربه ما عدا الصخريه، واحط سعر اغلى كتير لو هو صخر، طبعا الصخر بيكلف اكتر بكتير نتيجه لان انا بستخدم عده اسمها جاك هامر، فالجاك هامر ده بيكلف كتير جدا، فبالتالي انا هاخد في اعتباري وانا بسعر. وعلى كده طيب ده اكزامبل من الواقع ناس كتير جدا لبست فيه، يعني خلينا نقول باللغه الدارجه كده، وخسروا فلوس كتيره جدا من تحت الكلمه الصغيره خالص اللي احنا قلناها دي. ايه؟ ان ده في حاله التربه عدم وجود، يعني في حاله ان التربه مش صخريه اي حاجه ثانيه. انت جيت ورحت تعاين الموقع وبدات تشتغل او رحت عملت معاينه، في دايما دباجه كده تتكتب ان اول مسؤوليته ان هو يعمل المعاينه النافيه للجهاله قبل ما يحط سعره، لازم يروح يعين الموقع يعين معاينه نافيه للجهاله. يعني ايه يعين معاينه نافيه للجهاله؟ يعني ما يروح يعني يروح ويشوف مثلا ان في مثلا تشوين
جبل مردوم فوق القطعه بتاعته، في مش عارف ايه، في حاجات كتير قوي ممكن تشوفها. فعلى الطبيعه تشوف طبيعه الارض مثلا يعني باللي هو بالعين كده بس، يعني بمجرد النظر من غير بقى جسات ولا الكلام ده. انما اوريدي بيبقى من ضمن الدوكيومنتس المرفقات اللي بتبقى موجوده في التندر هي اصلا الجسات اللي واخدها الملك. والطبيعي ان انت كمقاول بتخش تعمل جسات تاكيديه، والشغل بيبقى بناء على الجسات التاكيديه اللي بتتعمل. فانت رحت وبصيت ولقيت ان الارض شكل طبيعتها صخر، عامل حسابك على سعر الصخر وان سعره كويس جدا. وبعد كده رحت تشتغل، لقيت فعلا ان انت محتاج جاك هامر عشان تكسر، فكسرت. وبعدين جاي تطلب بقى في الانفويس بتاعك ان هم يحاسبوك، قال لك لا اسف انا مش هحاسبك بسعر الصخر. طب ليه؟ انا هو صخر، هو انا مكسر. لا، ايه تعريف الصخر؟ مش تعريف الصخر مش ان انت احتجت له صرف، هو ممكن تبقى طفله متحجره، ده مش صخر. يعني في انواع من التربه هتلاقي نفسك محتاج لها جاك هامر، وهتتكلف تكلفه الصخر تمام. بس في الاخر اللي الحكم في الحته دي هو ان احنا هناخد عينه من التربه دي وهنحللها معمليا تمام، وهنشوف هي هتتكسر عند اجهاد. لو اتكسرت الكود بقى السويل ميكانكس بتاع مصر بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الصخر الكومبريسيف سترينث بتاعه او البيرنج كاباسيتي بتاعته من 3 ل 10. فبالتالي لو هو طلع 2.9 ده كده طبقا يعني للكود ما يصنفش صخر، ولو ان هو احتاج جاك هامر وبالتالي اتكلف تكلفه عاليه جدا حاجه، بس في الاخر ده مش هيتم اعتباره صخر. النقطه دي لو لفتت نظر الاستشاري ساعتها مش هيعتمد لك الفيه اللي محطوطه او السعر اللي انت حاطه، هيعتمد لك اللي هو بتاع اي انواع تربه اخرى. فبالتالي ممكن تلاقي نفسك رحت في حته ثانيه خالص وخسرت خساره كبيره جدا. انت كلفت وشغال بقلبك ومش في دماغك وفاهم انت هتحاسب المسؤوليات، وبيقول لك اسف ده مش صح. فدي نقطه. طب انا امن نفسي من حاجه زي كده ازاي؟ خلينا نقول يعني دي خلينا نقولها في الاجابات بقى ساعه ما نفتح الديسكشن، ايه اسئله الناس عن حوالين حاجه زي كده. هديكوا اكزامبل تاني برضو ممكن يعني برضو من ضمن الدباجه التقليديه جدا اللي مكتوبه. وعلى فكره في ناس كتير، في مهندسين بقى لهم 10 سنين شغالين وما حاجه زي كده. ان مثلا هو طبيعي ان هو بيكتب لك ان انت عليك ان البند يشمل سند جوانب الحفر ومش عارف والديو يعني، او لو احنا عندنا منسوب مياه جوفيه قبل منسوب التأسيس لازم نتخلص من المية دي، ده على حساب بند الحفر على حساب المقاول، وإن القياس هندسي كل ده بديهيات بتتكتب في أي بند حفر. طيب مثلا نرجع لحتة المعاينة النافية للجهالة، أنا لازم لما أروح أشوف الموقع اللي أنا هشتغل فيه ده أشوف إيه اللي محوطني، إيه المباني اللي جنبي. هل أنا مثلا جنبي يميني مثلا سور مدرسة، وشمالي مثلا عمارة سكنية، وقدامي طريق تمام، وورايا أرض فاضية. هل انا اعمل معايا نافيه الجال دي؟ انا لازم اروح المبنى اللي جنبي ده وانزل اشوف اساساته على منسوب كام عشان احكم انا هبقى اساساتي اوطى من اساساته ولا لا، من لوح بقى الاي اف سي اللي مطروح انا منسوب تاسيس، وبناء عليه ابدا احدد ده انا كده مثلا اعلى منه فما عنديش مشكله، لا ده انا منسوب تاسيسي اوطى من منسوب اساساته، وبناء عليه انا لازم اسند الجار ده والا هيحصل من تحت منه وتقع في الارض عندي والمبنى بتاعه يتاثر ويحصل له اضرار انشائيه انا اللي متحملها مسؤوليتي، حتى لو هو منفذ غلط المسؤوليه القانونيه تعود عليك انت، لازم انت تسند خلاص المنشا القائم ده. فبالتالي المعاينه النافيه للجهاله بتكشف لك حاجات من دي، اللي هو لا ده انا هعمل حسابي في تكلفه الحفر اللي هو مثلا هيكلف 100,000 جنيه ان في 400,000 جنيه خوازيق سنده للجار. يبقى انا ما بين ان انا احط البند اجمالي سعره مثلا زي مثلا سعر الفيه مثلا للمتر المكعب حفر 30 جنيه 35 ضاربها انا في الكميه فطلع مثلا اجمالي الحفر ب 100,000، بس اكتشفت ان المعاينه النافيه للجهاله دي ان البند هيحتاج سند جوانب حفر عن طريق خوازيق، مثلا الخوازيق دي عمقها مثلا 12 متر ولا حاجه عشان يبقى فيها ليها فيكسيشن والجزء اللي طاير كمان احفر فتتحمل الاحمال اللاترال اللي جايه عليها، لقيت ان انا تكلفه الجويل فهيتعمل فيه خوازيق كتير جدا، فلقيت ان انا اجمالي التكلفه بتاعته مثلا 400,000، فاجمالي تكلفه بند الحفر بدل ما كانت 100 بقت 500. انت متخيل انت ممكن تبقى حاطط سعر
عندك هامش ربح وكسبان، واول بند اللي هو الحفر بسم الله الرحمن الرحيم تلاقي نفسك خسران خساره فادحه في المشروع. فطبعا الكلام ده هيجي في حته دراسه الفاينانس من ناحيه المقاول، تمام؟ فهي خطوه لسه لاحقه، بس احنا هنا في الخطوه بتاعه دراسه الدوكيمنتس من ناحيه المالك بقى انا اللي بحمل الاخطار او بوزع الاخطار ما بين انا كمالك وما بين ما بيني كمقاول. طب ما انا ايه اللي يخليني اوزع الاخطار واشيل انا اخطار؟ طب ما اخليها كلها على المالك. اوكي، ما لو الملك خلاها على المقاول بما ان انا الملك، طب ما انا ابعد كل الاخطار عني. لا، ما هو الريسك الوكيشن ده مقابل فلوس. يعني انا دلوقتي خليت كل حاجه على المقاول، والله في حاله ان سد الجوانب، في حاله ان هو مش صخر، انا دمج له يعني بدل ما انا فاصل البندين وقايل له البتاع لوحده، ده لوحده وده لوحده، اللي هو التربه مش عارف هو بتطلع على ما بين ان انا مثلا البند اللي هو اي انواع تربه لوحده وما بين الصخر لوحده، لا انا فاضيين. ده نوع من انواع الريسك الوكيشن. انا كده خفيت من عليه ريسك ان هو يطلع صخر، فهو يحط لي يعني انا لو سبتهم له مدمجين في بند واحد هو هيامن ويحط في كل الاحوال، فكده بقى انا رفعت على نفسي. لو بقى طلعت الارض دي تربه طبيعيه رمله لوز مثلا، يبقى انا كده خليت كل الناس اللي تقدمت دي قدمت لي اسعار غاليه جدا في الحفر، وانا هدفع في حين ان انا ما كنتش محتاج ادفع الكلام ده كله كمالك. فبالتالي الريسك الوكيشن ده كل ما انا اوزع الريسك بالبالانس مظبوط اقدر اوازن ما بين ان يجي لنا اسعار مناسبه، فانا بشيل جزء من المخاطر، والمقاول اللي قدامي اللي مقدم الاسعار شايل جزء من المخاطر. ده كده يعني بسيط كده لحته الـ يعني ازاي احنا بنبريبير او بنجهز البروجكت دوكيمنتس فور تندر للطرح. طيب ده برضو طبعا من وجهه نظر المالك او المالك. الخطوه اللي بعد كده استيل احنا كل ده لسه جوه الانيشيشن فيز. احنا زي ما كنا قلنا قبل كده ان احنا البروجكت في انيشيشن فيز، اكيوشن فيز، في مونيتورنج اند كنترولنج فيز، وفي كلوزنج فيز. فطبعا احنا ما اعتقدش ان احنا هنقدر نغطيهم كلهم في المحاضره دي، بس انا بحاول افتح معاكم كلام. زي ما قلنا هو الانيشيشن في بس من ناحيه المالك حته الفيزابيلتي وحته الديزاين وحته ان احنا نبريبير البروجكت دوكيومنتس. اخر جزئيه اللي هي بريبير بروجكت دوكيومنتس دي من خلال الملك او من خلال الاستشاري اللي الملك. وقلنا ان اول نقطتين فيهم اوريدي في هنحط لينكات للفيديوهات اللي بتشرحهم شرح تفصيلي. ثالث نقطه احنا يعني عدينا عليها كده وشرحنا كل من الدوكيومنتس دي، وقلنا ان ممكن نضيف لهم كمان اللي هو الجسات اللي معموله من بمعرفه الملك من واحده من ضمن الدوكيومنتس اللي لازم تتحط في مرحله البري تندر. طيب طرحناهم وبقى في تندر، هنبدا بقى نخش في الكونتراكتورز برسبكتيف بقى، اللي هو بقى ايه، انا مهندس شغاوي اطرح مشروع سحبنا اشترينا كراسه الشروط بتاعته وسحبنا اشترينا جبنا الدوكيومنتس كلها للدراسه. ازاي هندرس بقى المستندات بتاعه المشروع؟ احنا اوريدي يعني تطرقنا يعني لاجزاء من اول حاجه احنا بندرس الكونتراكت تيرمز اند كونديشنز، ايه الشروط اللي مكتوبه في العقد. فممكن تلاقي ان انت مشترط عليك مثلا في العقد، طبيعي برضه حاجات بتبقى متكرره جدا لان احنا معظم يعني عقود المقاوله زي ما قلنا بتبقى اصلا خلاص يعني استخدمت كتير قوي، فخلاص بقت البنود شبه ثابته. ان انا ناصص مثلا على ان في تامين ابتدائي قيمته 5% مثلا من الاعمال، من قيمه الاعمال. فانا لو داخل في مشروع زي مثلا ب 10 مليون يبقى انا في نص مليون ابتدائي. طيب ايه التامين الابتدائي ده؟ التأمين الابتدائي ده أنا بفضل محتجزه، يعني المالك بيفضل يعمل له تعلية. في فرق كبير قوي بين الخصم وبين التعلية اللي هو بالانجلش أو ديسكاونت، يعني في خصم خلاص أو ديدكشن سوري، يعني ممكن أعمل ديدكشن لفلوس اللي هو خلاص دي فلوس مخصومة على المقاول. ده في حالة مثلا سوق المصنعية مثلا لو المقاول نفذه مش بالجودة المطلوبة، أنا من حقي أوقع عليه غرامة مثلا نسبة مئوية من قيمة البند ده لا ترد، خلاص دي ده كده ديدكشن، دي كده فلوس لن تصرف للمقاول اصلا.
اتخصمت من عقله، او في حاجه اسمها ريتنشن فعليا. يعني ايه ريتنشن؟ يعني زي تامين الاعمال كده، اشهر مثال عليها ان انا بحجز 5% قيمه كل بند. يعني انا دلوقتي المقاول جاي لي، انا المستخلص بتاع المقاول بيقول ان هو نفذ 10 متر مكعب خرسانه والمتر ب 100 جنيه، فالاجمالي 1000 جنيه ومحطوط بتاعته 100%، يبقى ال 1000 جنيه دي تساوي كام؟ سوري، ال 10 في 100 هو 1000 جنيه، المفروض ان انا اصرف له 1000 جنيه. لا، انا ما بصرفلوش ال 1000، انا بحجز منها 5%، 50 جنيه، فبصرف له 950، فده بصرف له 1000. طب ليه؟ بقعد اعلي في الفلوس دي، من كل بند بيجي لي بحجز 5%. 5% 5% 5%، بتفضل تحتجز لما هو التسليم الابتدائي. لما المقاول ده بيخلص وبعد الجواب بيقول يا جماعه انا جاهز للتسليم الابتدائي، بنشكل لجنه وبننزل نستلم الاعمال. ولما بنستلم الاعمال دي وخلاص تمام، وبيقرر ان هو يصرف له كل مستحقاته، بنصرف له بقى ال 5% اللي كنا حاجزينها كلها ريتنشن او تعليات على مدار المشروع كله، بتصرف له عند التسليم الابتدائي. لا بس انا اسمع ايه، فلوس بتفضل محتجزه لحد بعد سنه من المشروع. دي حاجه اسمها التامين النهائي، قيمته 5% برضه من الاعمال. طب دي بتبقى في، ما بصرفلوش بقى 950، انا بصرف 950، فانت حاجز اكشلي 50 جنيه بس او 5% بس من قيمه المشروع. طب ما ال 5% الثانيه للتامين النهائي دي بجيبها منين؟ دي بتبقى عاده مقدمه بصوره ضمان او شيك، يعني انا واخد عليه شيك بس ما سيلتوش، ما صرفتوش، تمام؟ او هو جايب لي خطاب ضمان من البنك ان البنك بيضمنه في المبلغ الفلاني، بحيث ان انا لو بعد سنه لما يجي ميعاد بقى، يعني سنه من التسليم الابتدائي بميعاد التسليم النهائي، لو بعد سنه من التسليم الابتدائي اللي هو ميعاد التسليم النهائي جيت ولقيت ان المشروع تمام ما فيهوش اي مشاكل والمقاول ده مش المفروض ان هو يتخصم عليه اي حاجه او كده، او مش مطالب ان هو يصلح او يصين اي حاجه، بالتالي بصرف له او برد له الشيك، برد له خطاب الضمان بتاعه اللي هو قيمته 5% من العام. ده كده مين فدي مؤثر على الكاش فلو بتاع دي، تايم سكيدول، بيز لاين تايم سكيدول، جدول زمني للمشروع. فانا عامل مقسم المشروع ده لاكتيفيتيز وسب اكتيفيتيز، وحاطط زمن تقديري لانجاز كل اكتيفيتي، زمن تقديري ديوريشن مقدر لكل اكتيفيتي من دول ان هو يعني يخلص فيه، ورابط الاكتيفيتيز دي ببعضها بريليشنز او علاقات، او لا ده انا خرسانه الدور ال 11 هتخلص في الحاله دي، ده انا هكون مثلا ريدي من انا مثلا سيف الخامس، ممكن اعمل الفينش بتاعه وصب ثاني الدور الارضي وليكن. فدي ريليشنز بتبقى في شغل بقى، واحنا بنعمل كل المشروع مع بعضها، وبيبقى في زي ما قلنا ديوريشن، بحيث ان احنا في الاخر اجمالي مده المشروع هتبقى مده قد كده، يخلص بقى في الميعاد المحدد اللي انا هطلعه من البرنامج الزمني، او لو انا عندي ميعاد محدد انا ملزم بيه ببقى عامله فين في البرنامج الزمني، بحيث ان انا اشوف الاكتيفيتيز لو مشيت بالسيكونس اللي انا حاطه ده هخلص في الميعاد المظبوط ولا هيبقى عندي مشكله، اللي هي بتبقى يعتبر بنسميها بقى نيجاتيف فلوت. المشروع عليه نيجاتيف فلوت، يعني المشروع فضل ماشي بالريت ده، فبقى تتدخل في مرحله البلاننج. لو احنا حصل نتيجه لتطورات حصلت في المشروع، بقى هيتاخر دلوقتي، زي مثلا الكورونا فيروس مثلا، دي حاجه ممكن تتسبب في تاخير المشروعات طبعا، فهبقى انا محتاجه اتدخل بكوركتيف اكشن. ده بقى في مرحله بقى المونيتورنج اند كنترولنج. فازاي بنشوف بقى ان احنا هو دي الفيزز بتاعه البروجكت، ايه اللي بيتم في البلاننج؟ لا ان انا بخطط مثلا عشان اخلصه اون تايم مثلا. طيب انا بقى لقيت ان انا وانا شغال في المشروع لقيت ان حصل تطورات على المشروع هتؤدي لتاخير المشروع ده يعني كون ان انا لقيت ده المونيتورنج. طب ايه الكنترولنج؟ ان انا اتدخل باكشن، اعمل كوركتيف اكشن، اعمل تصحيح مسار عن طريق بقى ان انا اضغط المشروع بان انا ازود ريسورسز بان انا وات ايفر بقى.
ده كده كنا بنتكلم على الكونتراكت كتيرمز اند كونديشنز، وقلنا قبل كده ايه هي السبيشال والجنرال كونديشنز. زي ما قلنا الجنرال بتبقى يعني مواصفات البند ازاي بيتنفذ وطرق قياسه، ودينا اكزامبل على موضوع قياس المحاره الخارجيه، واتكلمنا على السبيشال كونديشنز زي ان هي مطلوب كرفانات بفرش قد ايه، مطلوب عربيات بسواقين باوفيس بوي وهكذا. الاي اف سي دروينجز. طيب احنا بنتكلم حالا في ايه؟ في دراسه الدوكيمنتس اللي اطرحت من قبل المالك وممثلينه، اللي بيدرسها طبعا حالا بقى ممثلي المقاول والمقام. فمجموعه الدوكيمنتس دي اللي هي بقى ان احنا بنذاكر الكونتراكت تيرمز وبنترجم الكلام ده لتكلفه هنتكلفها، وبنذاكر الجنرال والسبيشال كونديشنز والتكلفه، وبنذاكر الاي اف سي دروينجز. طب بنذاكر الاي اف سي دروينجز ليه؟ لان انا ما بيبقاش قايل لك مثلا على سبيل المثال في بند بالمتر المكعب خرسانه مسلحه لزوم الاسقف والقمرات. طيب انا المتر المكعب من الاسقف دي فيها كام كيلو جرام حديد تسليح؟ وبناء عليه انت هتسعر على اساس ايه؟ يبقى انا لازم ابقى مديك رسومات تصميميه انت من خلالها تستنتج وتحسب كميه الحديد اللي في كل متر مكعب خرسانه من الاسقف والقمر مثلا. وبناء عليه تبدا تشوف تكلفه الحديد التسليح لوحده متر المكعب خرسانه قد ايه لو احنا شغالين خرسانه جاهزه، او تكلفه الرمل والسن والاسمنت اللي انا محتاجهم عشان اكون الخرسانه دي قد ايه. طب وتكلفه المصنعيه حداده بس وفرمجه بس. الفرمجه دي اللي هي الناس اللي بتيجي تسوي سطح الخرسانه او بتهز العنصر وهو بيتصب عشان ما يحصلش تعشيش للخرسانه. فبجمع كل الحاجات دي وبدخل معايا بقى الاندايركت كوستس بقى كمان، زي بقى المرتبات. ما انا ممكن مش بس مرتبات بقى المهندسين اللي في الموقع والمشرفين والكلام، انا كمان عندي مش في محاسبين في الشركه، المحاسبين دي في الاخر مرتباتهم محمله، ممكن يبقاش على المشروع ده بس، محمله على الخمس مشاريع اللي الشركه شغاله فيها، وكل مشروع بنسبته. والله انا عندي خمس مشاريع 100 مليون والمشروعات الثانيه ب 10 مليون كلها، هل المشروع اللي ب 100 مليون ياخد تحميل من راتب المحاسب زيه زي المشروعات اللي ب 10؟ لا طبعا، هو ياخد النصيب الاكبر من راتب المحاسب، ياخد يعني اجزاء متساويه وهيبقى الويت الاكبر عند المشروع الكبير وهكذا، هي نسبه وتناسب. فالاي اف سي دروينج زي ما شرحنا كده اهميه دراستها ان انا اطلع زي كميه الحديد التسليح جوه متر مكعب الخرسانه. بعد كده البيل اوف كوانتيتي اللي هو بقى دراسه رقم واحد، زي ما قلنا التوصيف ادينا اكزامبل على كده، حته الموضوع البند الحفر وازاي ممكن يبقى محمل على بند سند جوانب الحفر مثلا، فلاقي ان انا محتاج اعمل شيت بايل وول على طول الخط الجار اللي جنبي تم مثلا بالمعاينه النافيه للجهاله. فانا لو لقيت مكتوب كلمه ان انا عليا مسؤوليه من ضمن بند الحفر مسؤوليه سند الجوانب، لازم اركز كويس جدا في ان حاجه زي كده ممكن الدنيا خالص. او ممكن ان برضو من ضمن السبيكس موضوع ان انا صخر ولا مش صخر والكلام ده كله. ففي بقى اكزامبلز كتيره جدا يعني هنبقى بقى يعني نرجع لها ممكن قدره مخصوص، او هنبقى من خلال الفيديوهات اللي هتنزل على البيج بتاعتنا على البنش مارك هتلاقي في محاضره بقى بتشرح بقى دراسه الدوكيمنتس بتاعت التندرنج دي، من بتاعت اي معمول له تندر يعني، من ناحيه الايه الكونتراكتورز برسبكتيف او من منظور المقاول. فده كده يعني شرح يعني ايه البيل اوف كوانتيتي وبندرسها ليه. بعد اذر دوكيمنتس بقى ممكن تلاقي خطه في حاله مثلا الطوارئ، مثلا حاله الفاير مثلا، تلاقي ان الناس بتهرب من ليها مسار محدد ان الناس تخرج، تبقى معموله من قبل الملك ومحطوطه في سندات الطرح اصلا. خطه للكواليتي، دوره الورقيات مثلا بتمشي ازاي عشان يبقى فيه كواليتي اشورنس وكواليتي كنترول. لا ده للجهه دي والجهه دي هي اللي تبعت للملك، يعني زي ما بقول مثلا ممكن يبقى في شركه بروجكت مانجمنت. فانت قرايتك للخطط دي هو البتاع باقي فيه اقل من دقيقه فهيفصل وخلاص، انا مش هطول عليكم، احنا هنريكونكت نقفل النقطه دي، ممكن نكتفي بالقدر ده ونبدا نفتح المايكات عشان نعمل ديسكشن على الاجزاء اللي فاتت زي اسئله، بس هنستكمل الجزئيه دي بعد يعني اول ما نرجع بعد ما يفصل. طيب يبقى احنا هندرس بقى كل الدوكيمنتس اللي قلناها دي، وبعدين في